الجزائري بهدفين لكل فريق. كل ده اللي الثوره شبيبه الثوره بيعمله ده بسبب تعادله مع النادي الاهلي. لما تعادل مع النادي الاهلي معنوياته بقت في السماء، الناس ما بقتش مصدقه، راح يتعادل مع فيتا كلاب في فيتا كلاب بهدفين لكل فريق. تعالوا نروح نشوف المباريات اللي اتلعبت النهارده ونتائج هذه المباريات، نتائج مباريات الجوله الثالثه في دوري ابطال افريقيا. سان داونز واسك ميموزا وفوز سان داونز 3-1. مازيمبي بيفوز على الافريقي التونسي 8-0. 8-0، خدوا بال حضراتكم النتيجه دي حقيقيه، احنا مش غلطانين في الجرافيك ولا حاجه، ولكن النتيجه الحقيقيه 8-0 لنادي مازيمبي الكونغولي. الحقيقه الله يكون في عون جمهور واداره النادي الافريقي التونسي، مباراه طبعا بتبقى صعبه قوي ونتيجه كبيره جدا جدا على النادي الافريقي. لوبي ستارز النيجيري هزم من الوداد الرياضي المغربي بهدف مقابل لا شيء، اما بلاتينيوم ستارز من زيمبابوي برضه هزم من حوريه كوناكري الغيني بهدف مقابل لا شيء. فيتا كلاب تعادل مع شبيبه الثوره الجزائري بهدفين لكل فريق. لو ما كانش النادي شبيبه الثوره تعادل مع النادي الاهلي، انا ما اعتقدش ان هو كان هيعمل النتيجه دي مع فيتا كلاب. لكن في النهايه يعني في ناس انا قريت دلوقتي او بيقولوا لي ان اتقال ان الهدف التالي لشبيبه الثوره اقرب الى التسلل، احنا مش ما شفناهوش الحقيقه، ولكن هو بيقولوا اقرب الى التسلل ان هو يتحسب، في شك ان هو يبقى ايه تسلل. خلينا في النتائج بعد كده. اما مباريات اليوم النهارده، المباريات اللي هتتلعب النهارده في دوري ابطال افريقيا، نادي الاهلي طبعا سيلاقي سيمبا التنزاني بعد قليل في تمام الساعه 9، اورلاندو بايرتس سيلاقي الترجي الرياضي التونسي ايضا في تمام الساعه 9. طيب زي ما حضراتكم شايفين هنتكلم بقى عن مباراه النهارده وماذا سيحدث في مباراه اليوم. زي ما حضراتكم عارفين وزي ما متعودين بنعمل مع حضراتكم جرافيك لهذه المباراه. طبعا النهارده 2 فبراير وهي بدايه مباريات النادي الاهلي في شهر فبراير، الشهر الصعب جدا جدا جدا، وهذا الشهر لا يحتاج الا دعم جماهير النادي الاهلي، دعم جماهير النادي الاهلي. طيب الاهلي سيلقي سيمبا في دوري ابطال افريقيا في دوري المجموعات. اما ارقام النادي الاهلي في البطوله الافريقيه للانديه، لعب 346 مباراه، فاز في 174، تعادل في 93 مباراه، وهزم في 79 مباراه، له 514 هدف عليه 266 هدف. اما ارقام النادي الاهلي في دوري الابطال الافريقي، لعب 266 مباراه، فاز في 131، تعادل في 77، هزم في 58، له 401 عليه 208 هدف. اما تاريخ الاهلي في دوري المجموعات بدوري ابطال افريقيا، لعب 92 مباراه، فاز في 42، هزم في 9 او تعادل في 29، وهزم في 21 مباراه، له 128 مباراه او له 128 هدف وعليه 92 هدف. النادي الاهلي لعب في دوري المجموعات 15 مره، صعد للمرحله التاليه 10 مرات، ولم يصعد او خرج من دوري المجموعات لخمس مرات. نتائج النادي الاهلي مع الانديه التنزانيه بالترتيب هم يانج افريكانز وسيمبا وبامبا وماجي. لعب 16 مباراه وفاز في 10، تعادل في 4، هزم في مباراتين، له 31 هدف عليه 6 اهداف. نتائج الاهلي مع سيمبا بقى، لعب مباراتين مع سيمبا، فاز في مباراه، لم يتعادل، وهزم في مباراه ايضا، له 3 اهداف وعليه هدفين. اما مشوار النادي الاهلي في دوري ابطال افريقيا 2019، اولى المباريات كانت مباراه الذهاب مع جيما ابا جيفار، وكسب النادي الاهلي 2-0، ثم مباراه العوده وهزم النادي الاهلي بهدف مقابل شيء. زي ما قلت لحضراتكم في بدايه كلامي بالنسبه لدوري المجموعات، المباراه الاولى النادي الاهلي فاز على فيتا كلاب ويحصد اول 3 نقاط في دوري ابطال افريقيا في دوري المجموعات، والتعادل الايجابي مع شبيبه الثوره الجزائري في ثاني المباريات، والنهارده ان شاء الله ثالث المباريات. مشوار بقى سيمبا في الذهاب، سيمبا فاز على مانبا سوالوز 4-1، وفي مباراه العوده سيمبا فاز 4-0. اما الذهاب فاز على او هزم من نكانا 2-1، ثم فاز على نكانا ريد ديفلز بثلاثيه مقابل هدف وحيد. اما فاز في اولى مبارياته على شبيبه الثوره الجزائري 3-0، ثم هزم في نتيجه غريبه جدا من فيتا كلاب 5-0. قائمه النادي الاهلي شريف كرامي و طيب
خلينا نقول تشكيل النادي الاهلي الاول لانه جالنا، فخلينا نقول لحضراتكم تشكيل النادي الاهلي. طبعا يعني لازم نقول تشكيل النادي الاهلي: محمد الشناوي في حراسه المرمى، محمد هاني وسعد سمير وايمن اشرف وعلي معلول ناحيه الشمال، وكريم ندفت وهشام محمد وعمر السولية، جونيور اجاي، ثم ناصر ماهر وحسين الشحات. ده الثلاثي اللي هيلعب في هذه المباراه. هنتكلم طبعا على تشكيله النادي الاهلي وايه الراجل النهارده بيلعب بثلاثه في وسط الملعب ولا اثنين، كل ده هنتكلم عنه مع نجومنا الكبار اللي هيكونوا معانا ان شاء الله بعد ما اخلص الجرافيك ده على طول. هيكون معانا النجم الكبير كابتن شريف عبد المنعم، والنجم الكبير كابتن اسامه حسني، والنجم الكبير كابتن احمد بلال. طيب، ترتيب المجموعات او ترتيب المجموعه الرابعه: النادي الاهلي في المركز الاول باربع نقاط، وفيتا كلاب في المركز الثاني بثلاث نقاط. ده قبل مباريات اليوم، طبعا بعد المباراه هقول لكم الترتيب هيبقى عامل ازاي. سيمبا من مباراتين عنده ثلاث نقاط، وشبت الثوره في المركز الاخير بنقطه واحده. ده ما قبل مباريات اليوم. اما حكام مباراه اليوم: حكما للساحه ماجيتي ناداي من السنغال، وحكم مساعد جبريل كامارا من السنغال ايضا، والحاجي مالك سامبا من السنغال. ده طاقم التحكيم في مباراه اليوم النادي الاهلي ضد نادي سيمبا التنزاني. هنطلع